السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم جيتكم بفيديو جديد لحل مشكلة تقطيع الانترنت وعدم استقرار الشبكة. أول حاجة نقوم نخش الإعدادات، الشبكات، نختار الشبكة اللي فيها مشكلة اسمها نقاط الوصول، نقوم نمسح الإعدادات الافتراضية، نعمل حذف، نعمل إنشاء نقطة وصول جديدة. الاسم لابد أنه يبدأ بكابيتال إنترنت، نعمل حسنا. الABN إنترنت سمول، نعمل حسنا. حفظ، وإن شاء الله كده مشكلة تقطيع الإنترنت وعدم الاستقرار هتتحل إن شاء الله. لايك واشتراك وشكرا لكم، وشكرا جزيلا.